السلام عليكم، انا طلحه عادل، كنسكن في حي محمدي، عندي جوج وليدات وعندي مرأة وعندي كارب 26000 زائد تكاليف السير الشهريه. كانت عندي واحد السياره اللي كنخدم بها وكنهز بها الحمل وهز بها الثقل ديال كل شيء، هي لي هوندا. هي هاد السياره هادي دابا اللي كتشوفوا فيها دابا هنايا هانتوما، واحد السيد عنده شي حساب مع العسات والله اعلم بيناتهم، جاب الليل مع الربعه ديال الليل حرقها ليا حتى صبحت بحال ما هكا. كنت مريح في الدار بخير هاني، ما كاينه حتى حاجه، تعيطوا عليا مع الربعه الله روب ديال الصباح، قالوا لي جي راه السياره شعلت فيها العافيه. انا كنسحبها شي سيركوي ولا شي حاجه جاي باغي نطفيها، لقيت السياره صافي شدات فيها العافيه بمره. كنت جاي انا يعني ما بان لي والو، ما عارف والو، كنعرف طوموبيلتي جاي باغي نطفيها، اللحظه اللي جاي لها قاصده امي تلقاو لي شي دراري ولا الدرب حبسوني ما خلانيش نجي عندها. ورا الاحساس راه حسيتي براسك بحال شي فرق، حيدتي لي جناح وقلت لي طير مع عمرو غيطي، راه لا اله الا الله هي اللي كانت هزاني وهز ليا بزاف د الحوايج، هي اللي محايده عليا الدل ومحايده عليا كلشي. خدام بخير ما كيتساني حتى واحد، الناس كاملين كيعرفوني، سكنت هنا لمده 4 سنين انا ولد المنيشري، سكنت هنا لمده 4 سنين حتى واحد ما كيعرف عليا شي حاجه خايبه، اي واحد كنتعاملوا معاه مزيانين وتعرفوا عليه الناس. راه هو دابا في يد القضاء مشدود، وانا ما عندي لا تعويض لا والو، عنده لا سيرونس غير العاديه، ما عنديش توريسك ولا سيرونس ما عاودتني بوالو. كل نهار ورزقه، مره كتدخل 100 درهم 120 150، نهار ما كتخدمش نهار كتصور 200، كل نهار على حساب رزق. مهم هاز بها شغلي وليداتي الحمد لله، حتى حاجه ما خاصنا. مده تقريبا شهر دابا باش حرقت لي هاد الهوندا هادي، كانت كتساني شهر قبل ديال الكراق، ودابا ولات شهرين وانا داخل في الشهر الثالث، وزائد الدراري ما عندي ما نوكلهم ما عندي ما نشربهم، لا اله الا الله. هادي هي السياره اللي كنت هاز بها الوليدات، كنت يعني محيد بها المشاكل ديالي كامله، ما يعني ما عندي حتى شي مشكل، هاني عايش الحمد لله ونشكره. حتى وقعت لي هاد الواقعه هادي، وراه يعني ما دير والو ما بينك وبينو حتى حاجه، راه اكثر من الحقره هادي، راه يجي يكون كان بينك وبينو حساب يعني يضربك نتايا وما غاديش تحس بهاد الالام ديال دابا. والخوت راه الناس راك عارف دابا الناس مع هاد الازمه هادي، راه الاغلبيه ديال الناس مع هاد الازمه هادي راه يلاه يلاه مقادين مع راسهم، اللي كتقصدو كتلقاه حتى هو واحد في مشاكل ولا والله اعلم. والعساس هو مسكين اللي غادي تعول عليه، تا هو ها هو نيت مريض، ما قال لك ما عندي باش نعاونك، ها هو واقف نيت حدانا يعني نيت، ها هو داير تا هو عمليه واقف من الخدمه. انا شهر دابا ما كنخرج من الدار، ما لقيتش باش نخدم، هادي هي اللي كانت عندي كليان ديالها، عندي كل شيء خدام بها والحمد لله. كنتمناو من الناس المحسنين من اخواني المغاربه باش يتعاونوا معايا على وجه الجوليدات وليله يلاه. سلام، السلام عليكم، والسلام على المحسنين وعلى الناس اللي كيشوفونا كاملين. هذا ولدي عنده هوندا كاريب 26000، عندي 10000 ديال الدواء، كان كيعاونني كيلوح لي ديك 4000 ريال 2000 ريال، دابا انا وليت انا خصني نعاونو، وانا مريضه بالسكر باش 4 الامراض، ودابا هاد السيد اللي دار لولدي هاد الشيء علاش؟ قتلو دابا قتلو، لاحوا الولاد ولاحوا ليا، لاحوا لي. جيت ديك النهار كنت عندو 12 يوم ومشيت، دركا راه جيت الصباح مريضه كنتفتف باغا نطيح، وليت كنسمع حاسه هادي كنموت كنتسطر، واش ولدي خص 26000 ديال الكرا والما والضو وجوج وليدات ويدير لي هاد الحاله ويدير علاش؟ اشنو هذا في الدين؟ القدر داينا به، القدر حنا راضين به، والظلم ما بغيناهش، ما بينو وبينو حتى حاجه، ما تيعرفوش. راه في المحكمه قالوا لي تتعرف هذا، قال لي ما تنعرفوش، الا بينو وبين العساس راه العساس. ولدي رانا اساسا ما عيطوا لي الناس مع 3 أونص ديال اللي راه جات مره غنات عليا، ولاو البوليس كيسكتوا فيه. الاحساس ديال ولدي بحال شي واحد قطعوا لي رجلي وتلاح في الزنقه، احساس ديال ولدي شي واحد قطعوا لي جناح ولاحو. واش كنتي برزقك 4.5 مليون؟ قال لك ديك النهار ما يخرجش من الدار، ما حسيت براسي داش جيت وقفت حداها باغي يدير معايا راه يدي زعما يزيد، ملي حل عيني لقى محروق ومشات للراس الزنقلين وقفوا قابلها ومشى، ماشي بقى في ولدي القرطاسه مسيبه فيا. رانا ما عياش اش كنقول، واش نقدر شي واحد يشوف الرزق ديال ولده بحال كتشوى؟ الوليد والمراه ورا البنيه بقات في الدار وتيقراو، دابا خاص الدريه التليفون، الوليد ماكله مولف ما يخرج يجيب ليهم، دابا شكون غيجيب ليهم؟ بارك في الدار. شحال قد الناس ما يعطيو
اللي عطاك النهار ما يعطيكش غدا. انا كنبغي نقول لهم المحسنين يشوفوا من يشوفوا بولدي، ما يشوفوش فيا انا راه ميته، يشوفوا بولدي وولادو. هادشي اللي كنطلب من الله، والمحسنين يشوفوا بولدي، الناس كلها كتعرف ولدي.